حضرتنا إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. سلم سلم يا ربي على أشرف أكمل نور جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليهم أجمعين. يا ربي bütün rahmetler bütün peygamberlerin üzerine olsun ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve Adem ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beyne minen nebiyyinel mursalin salavatullahi selamuhu aleyhi mecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. ما اختلف الملوان وتأقب الأسران وكرد الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح من أهل بيت التحيات سلام تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جزى الله عنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة عيوننا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب بحرمة اسمك القديم، بحرمة اسمك الشريف، بحرمة اسمك العظيم، بحرمة قرآن العظيم، وبحرمة كلامك القديم، وبحرمة عرش العظيم، وعلى ملائكتك المقربين، بحرمة أسماء حسنى، بحرمة اسم عظام، بحرمة حبيب كبرياء، بحرمة الرسول كبرياء، بحرمة أكمل التحية، بحرمة سلطان كونين، بحرمة إمام الحرمين، بحرمة سيد ثقلين، بحرمة جد الحسن والحسين، بحرمة محمد مصطفى، بحرمة جميع الأنبياء والمرسلين. يا رب بحرمة شفاعة رسول الله، بحرمة شريعة رسول الله، بحرمة سنة رسول الله، بحرمة نور رسول الله، بحرمة نبوة رسول الله، بحرمة شفاعة رسول الله، بحرمة معجزات رسول الله، بحرمة كرامة